محاضرة النهاردة دي السابعة بس هنشتغل لكشر ستة. اللكشر دي هنبان فيها شابتر 3 ليفل سيركتس. احنا عارفين سيمبليفيكيشن بيستخدم الماب بيدينا ايه؟ سام اوف برودكت. سيمبليفيكيشن بيستخدم الماب بيدينا سام اوف برودكت اللي هو ان تيرمز معمولة اول مع بعض، دي سام اوف برودكت. هناخد النهاردة تو ليفلز، يعني بيدينا تو ليفل سيمبليفيكيشن بيدينا تو ليفل بيستخدم الماب. وهناخد نتكلم هنا على الاذر تايبس اوف تو ليفل. انا دلوقتي السيركتس الجيتس الاساسيه اللي احنا شغالين بيها هي مين؟ الام والاور والنان. هو دي شكل ايه؟ سته نان ونور ونور. الام والاور والنان والنور. الاند والاور والناند والنور دول البيزك البيزك اوبريشنز او البيزك لوجيك فانكشن البيزك لوجيك جيتس. والناند والنور عملنا منهم اكستنشن اند اور بالناند والنور. وقلنا الناند والنور هم بنستخدم اكتر في الفابريكيشن بتاع الديجيتال سيركتس اللي هم مين؟ الناند والنور. طيب احنا عارفين ان الماب بتطلع تو ليفل. تو ليفل معنى فيه ليفل بيبقى ام وبعد كده الاندات دي كلها موصله باور للليفل الثاني بالشكل ده. ادي ام وادي ام مثلا وادي وصل باور. ده بيسموه تو ليفل. تو ليفل ايه؟ ده ليفل يا جماعه، ده ليفل 1 وده ليفل 2، ده ليفل وده ليفل ثاني اللي هي صوره سام اوف برودكت. سام اوف برودكت سام لأوت أوف برودكت تيرمز لأندات. لو احنا خدنا ال التو ليفل ده، خدنا التو ليفل، خدنا التو ليفل عبارة عن أن كل الكومباينيشنز بالتو ليفلز. بمعنى أنا عندي تو ليفل، فالتو ليفل أنا دول أربع ست أربع جيتس الأساسيين اللي احنا شغالين منه لحد دلوقتي. لو خدت أنا الليفل 1 واحدة من الأربعة دول، يبقى أنا عندي خمس اختيار هنا. عندي خمس اختيار؟ أربعة. وهنا واحدة من الأربعة دول، يبقى عندي خمس اختيار؟ أربعة. كلهم على بعض ادونا كام كام جيت كام شكل من التو ليفلز؟ 16 فورم من التو ليفلز. أربعة أربعة في الليفل الأولاني هاخد دايرة من دول، هاخد جيت من دول مش دايرة أصلاً جيت. هاخد جيت من دول. في الليفل الثاني هاخد جيت تاني. انا عندي 4 في 4 دول 16 احتمال 16 شكل من التو ليفلز بالاربع جيتس دول. فانا عندي اربع جيتس اساسيين احنا عارفين الاند وور دول البيزك لوجيك اوبريشنز. الاند وور دول بنستخدم منهم ايه؟ لا انا هاخد واحده من هنا اند مثلا. بقى عندي كام احتمال؟ عندي اربع احتمالات اربع احتمالات. هاخد واحده من هنا باربع احتمالات وهاخد واحدة تانية من هنا بأربع احتمالات. هشوف عندي احتمالات كام؟ احتمالات كام؟ 16 احتمال 4 في 4. ولو هاخد يا دكتور الأربعة دول هيبقى 4 في 4 في 4 في 4؟ لا لو أنت هتاخد، لا أنا بتكلم على تو ليفل بس. لو هاخد مثلا فور ليفل. فور ليفل ب 4 في 4 في 4 صح 64 كده. تمام؟ طب تعالى نبص على الاحتمالات دي كلها هي إيه؟ أو الأشكال دي كلها هي إيه؟ الأشكال دي كلها عبارة عن إيه؟ أول ليفل عندنا and هناخد الليفل الاولاني يعني من الليفل الثاني and او and or او and none او and nor. دول اربع اختيارات بالand. الثلاثه الثانيه بالor هي or او or and او or not او or nor. الاختيار الثالث تو ليفل نان او
هناك مور أحكي له مور 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 and more or more none. دكتور هو هو ليه أولويات الأهل والمور والمور؟ لا عادي أنا باخذ أي تو ليفل باخذ أي شكل لين تو ليفل عملوا تو ليفل لما أربع جنس السين عندنا وأنا أخذت كلكم الآن 16 شكل هون طيب ألاحظ إنه في أشكال الآن عندي والأور أور والنام غران لا مش نام غران بس الآن عندي والآن وال الآن عندي والأور أور الآن عندي لو أنت عندك آند وآند مع بعض إزاي بمعنى عندك الشكل ده عندي دقيقتين أهم عندي A B C D مثلا في الليفل الأولاني آند في الليفل الثاني آند ثاني تمام؟ آند ثاني ودي الإف أكتب الإكسبريشن ده كده أكتب الإكسبريشن ده ده هيبقى إيه؟ الإف بتساوي إيه؟ A B A B آند C D C D صح؟ طيب أنا مش عارف من الآن أسوشيتيف كونجكتيف بمعنى إنه الآن دي الآن دي الآن دي ممكن الشكل ده كله يحصل له اختصار في عنده واحدة في أربع عنده واحد اثنين ثلاثة أربعة هذه A B C D وهذه F يعني ممكن الشكل ده كله أعمله اختصار في الشكل ده عنده واحدة أربع عنده ما بيحصل الآن اثنين إنبوت وعند ثانية اثنين انبوت عند اند من اثنين انبوتس وعندك اند شكل اند اند ادي اي بي سي دي طبعا هنا عندنا مين دي عبارة عن اي بي ودي سي دي طيب الاف هتساوي اي بي اند سي دي طبعا اند اسوشيتيف معناها ان انا ممكن اعملها اكستنشن لاكثر من انبوت مش لازم تو انبوت بس احنا عارفين ان ده الجيت اسوشيتيف ممكن اعمل لها اكستنشن ل 4 انبوتس و 5 انبوتس و 6 انبوتس عادي فانا عندي A B C D دي ممكن تكتب كده ممكن تكتب بتساوي M A B C D كده مش مشكلة فيه يعني الجبر تبقى بتساوي A B C D A B C D اه F يعني بتساوي A B C D صح كده؟ اه عندها تبقى A وال B وال C وال D كله مع بعض ايه؟ يعني تبقى جنب ال F ايوه دي لفه هنا ولا نفس لفه دي بقى اختصرت دي اختصرتها كده اوكي يعني هنعملها على الصوره الكاليكتر باس A B C D بين قوسين بالظبط يعني لو نكتب دي عند واحد بس انا عند واحد عند واحد اربع انبوت اوكي لو في الحاله الثانيه دي في حاله الاند اند تمام اوكي الاور اور زيها بالظبط زي نفس الفكره الاور اور نفس الفكره لو انا عندي اور اهي وعندي اور ثانيه وادي A B C D داخلين على الليفل الثاني اور احنا مش قلنا الليفل الثاني اور اور ادي ليفل اور وادي اور فالاف هنا هتساوي ايه؟ A اور D مالها؟ اور سي سي اور D اما دي ممكن تختصر ليه؟ ل A اور B اور سي اور D طبعا دي كده يعني هي في الاخر ممكن تبقى عندي الشكل ده 4 اور A B C D دي اور اور تمام بس هي سكت بقى من جيت واحده خسرتها بدل 2 ليفلز ب 3 بيتس خسرتها وجيت واحده ب 4 بيتس لا في الحقيقه على طول ممكن بدل ما اجيب 3 سكت بجيب سلكت واحده بجيب بيت واحده بجيب لان هي اسوشيتيفيتي دي جايه من قوانين البون الجبرا ودي بتسمح لي ان الجيت اكستنسبل اكستندبل لايه اكستنسبل لايه لمالتيبل انبوتس اثنين انبوت ثلاث انبوت واربع انبوت زي ما انا عايز يعني دكتور يعني هي الجيت بيبقى ليها كذا رجل مثلا ادخل عليه
تمام. عندك هنا دي الفورمول اللي اجيبها الكلام ده. عندنا بعد كده مين الفورمول بعد كده؟ لا لا نسيبوها. لا موجوده موجوده بس هي مش من ضمن الفورمز دي. الفورمول بعد كده الاند الاند ناند الاند ناند اللي هي دي الاند ناند. الاند ناند شكلها ازاي؟ الاند ناند ادي اند وادي اند وداخلين على مين؟ على الاند. ادي اند وادي اند داخلين على الاند. طيب دي A B C D طبعا هنا الاف هتساوي ايه؟ A B C D C D كلهم كل ده معمول ايه؟ كلهم معمول له نان. تمام؟ طيب دي ضم دول على بعض مش دول من شويه قلنا عباره عن ايه؟ دي سي سي يبقى كده دي اي دي سي دي دي يعني دي عباره عن ايه؟ ناند واحده يعني دي بتاعتها ناند واحده ايه؟ A B C D ناند أربعة إيميلز. تمام؟ كذلك عندنا مين تاني؟ All NAND. All NAND؟ لا مش All NAND. NAND و NAND. NOR OR. OR NOR. OR NOR. الأند أحسن. انا بشوف مين الفورمز مين الفورمز اللي فيها الجيتس والتو ليفلز بيحصل لها اختصار لجيت واحد ليفل واحد لجيت واحد. اور نور اور نور عندنا مين؟ ادي اور وادي نور ادي اور تانية وداخلين على مين؟ على نور على نور. طبعا هنا عندنا لف دي A B C D طبعا هنا عندنا لف تساوي A or B or C or D كل دول وكل دول بعد كده داخلين على مور كل دول A B or و D or والليفل التاني الكبير كل مور. دكتور ليه اتنين أور عشان هي كده رول يعني؟ ما بتفهم يعني كل ده. أيوه ليه اتنين أور؟ ليه ما تبقاش أربع أور معاك؟ لا ما احنا في التو ليفل ده بنفترض ان عندي الليفل الاولاني بيكون اكتر من تيرم والليفل الثاني بيكون عباره عن جيت واحد يعني السم اوف برودكت كما حتى بنسمعها السم واحد بس سم اوف برودكتس برودكتس اكتر من اند او برودكت اوف سمز دي كل دي اشكال التو ليفل. انا عندي برودكت اللي هو عباره عن اور واحده ودخلها اكتر من سامز اكتر اند واحده ودخلها اكتر من سامز اللي هو اور ستيل دي سامز برودكت دي سامز احنا عشان سامز برودكت دلوقتي. طب لو البرودكت لا دي مش سامز برودكت دي لا سامز برودكت انت عايز برودكت اللي اندات داخل لها اور دخل اور اللي هي دي اند اور دي سامز برودكت. تمام؟ طيب دي ممكن نعملها اختصار في ايه؟ بالظبط A or B or C or D يعني ممكن تختصر في واحد نور واحدة بس أربع عندك نور واحدة أربع عندك دكتور أي سيركتز كانت أندر أو أور أو نور أو نور أدر أو أدر ودخل بين أكتر من هنا عندك الجيت هنا الجيت السيركت دي ممكن أختصرها بدل ما هي تو ليفل أختصرها في 1 ليفل بجيت واحده 4 انبوتس مثلا بدل ما هي واحده 3 جيت 3 جيتس
في كل ليفل، الليفل الاول 2 جيت والليفل الثاني جيت واحده، ممكن اختصر دول كلهم بالالجبرا اختصرهم في ايه؟ في جيت واحده باربع النوتس. هي فكره الاختصار، فكره دي بيسموها دي جنريت فورم. دي جنريت، جنريت معناها ايه؟ يولد او ينمو او حاجه زي كده يعني. دي جنريت معناها يضمحل او يقل، يعني يضمحل او يقل الى ايه؟ الى فورم، يبقى هيقل، هيقل في ايه؟ في جيت واحده. فدي بيسموها دي جنريت فورمز. فاضل هنا اثنين تانيين اللي هم مين بقى؟ النانرو والنور نان. لا انا مش هقول بس ازاي هي هيحصل لها المحلال زي ما بقول ار تي ال لليفل واحد جيت واحد. الناند نود، الناند نود اهي، الناند نود شكلها ازاي؟ ادي ناند مثلا نود، ناند نود ادي اي بي سي بي. ليش هنا هتساوي ايه؟ دي القل ناند، دي ناند او سي او سي سي دي برضه القل كل كومبلمنت. طب فاكر كومبلمنت دي برضه اي بي الاند عند، لا بص الاند عند، الاند عند. وحق هي على رسمي ممكن ارسمها لك تاني بشكل ازاي تاني؟ ترسم ازاي؟ هي النور بترسم ازاي تاني يا جماعه؟ النور بترسم ازاي الشكل التاني بتاعها؟ انفيرت، انفيرت ايه؟ انفيرت انفيرت عند، انفيرت عند دي نور، دي نور، دي نور. طب ما ده وده كنت تشتغل عليه، تشتغل لا ضيعوا بعض، ضيعوا بعض بقت عندي عندي تمام. طب الفكره الثانيه بعد كده مين تاني فاضل؟ واحد قلنا مين مين ناند نور اهي دي والنور ناند. النور ناند، النور ناند اهي ادي النور ناند النور ناند فين الناند؟ ناند ايه؟ بي مثلا سي دي. تعال نكتب هنا بقى اف هتساوي ايه؟ A B right, وانا النور ممكن اللي هي ايه؟ النور اللي هي ايه؟ انفيرت اند هرمون سي الناند، قصدي الناند انفيرت اور دي نوع دي عباره عن ناند يتغيروا بعض يبقوا غير اور يبقى
الفورمز دي بيسموها ايه؟ بيسموها degenerate forms. degenerate forms يعني بيحصل لها degenerate forms يعني forms من 2 level بيحصل لها degeneration بمحلال او بتقل تختصر ل ليفل واحد بجيت واحده بس جيت واحده ليها انبوتس اكتر جيت واحده ليها انبوتس اكتر تمام بدل ما عندي 2 ليفلز كل جيت ليها 2 انبوت اصبحت جيت واحده وفيها 4 انبوتس من ليفل واحد ليفل واحد من ليفل واحده فيها 4 انبوتس طب الباقي كده عرفنا الديجنريت فورمز الباقي احنا عارفينهم طبعا اللي هم مين خلاص انا همسح دول بقى خلاص احنا شفناهم عرفنا الديجنريت فورمز كان هنشوف بقى اللي يدور ايه الباقي فاضل 10 من 16 دول 6 فاضل 10 دي كانت عند نوم صح؟ عندهم عندهم تعالوا نمسك الباقيين بقى الاندور الاندور ما عارف في الاندور دي اللي هي صامو برودكت الاندور اللي ايه؟ صامو برودكت بتحولها كانت ايه؟ ناند ناند يا جماعه ما تسيبوش ولا ايه؟ الاندور بتتحول لايه؟ لناند ناند ادي الاند اور اهي ادي الاند وادي الاند ثاني اللي هي الصم برودكت تطلع من الماء اند اور دي اند اور صح؟ ادي اي بي سي دي دي بتساوي اي بي اور سي دي صح؟ طيب انا مش ممكن اكتب دي بتساوي اي برايم ممكن تبقى A برايم أو B برايم كل برايم هنا D and O صح؟ ممكن تبقى هنا C برايم أو D برايم كل برايم كل ده معمول إيه؟ معمول له برايم لو دخل ده هنا عمله برايم دي مورجان دي اور دي اور هو هيبقى كده لا هيبقى كده بس ولا محتاجين برايم بره محتاجين برايم بره محتاجين برايم بره هي على اللي فوق يبقى مفيش برايم طيب بلاش نقول دي احنا مش عارفين ان الاور دي قلنا لما مين حولها لاند لاند حولها ازاي لاند لاند مش هنحط هنا بابل هنحط هنا ايه؟ بابل عشان عدد البابل دي اللي هي الانفيرتر هنحط ايه؟ بابل هنا وبابل هنا كده اصبحت دي عباره عن ايه؟ اللي هي انفيرت اور لاند يبقى اذا دي لاند انا ممكن اشيل دي كده واحطها لاند كده اصبحت لاند يبقى الاند اور الاند اور بتتحول ايه؟ الاند اور بتتحول لاند لاند طيب الثانيه بقى البرودكت والصم بتتحول يعني هي دكتور؟ هي ممكن تمثل بصوره لاند لاند اوكي الثانيه بقى مين؟ الاور اند الاور اند الاور اند شكلها ازاي الاور اند اهي ادي الاور ادي اي بي سي دي وادي الاثنين على اند اور اند اللي هي برودكت اوف سم عايز نحولها لنور نور 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 هنحولها ازاي نور نور هبدا من اليمين خالص نمسك اخر جيت في الليفل الثاني نحط بابل هنا نحط بابل هنا ونعادل بابل دي بتأثيرها ونعادل تأثير بابل دي كده أصبحت نور
دي دي انفيرت اند اللي هي ايه؟ نور. نور. انفيرت اند اللي هي نور. دي نور يا جماعه. فدي هتبقى ايه؟ نور نور. تمام؟ فانا عندي الاور اند بتتحول لنور نور. كده كام؟ فاضل لنا 6. طيب دي كده عرفناها خلاص. ودي دول كلهم متكافئين. بس دول مش دي جنريت يا جماعه، دول مش دي جنريت، دول زي ما هم يعني تو ليفلز وفضلوا تو ليفلز برضه. يعني اند اور اتحولت ناند ناند وفضلت تو ليفلز، ما حصلهاش دي جنريشن، ما حصلهاش اختصار او محلال لليفل واحد لجيل واحده، لا فضلوا برضه تو ليفل. فدول الفورمز الباقيه ال 10 شلنا منهم اربعه لان هم منهم لان هم مش دي جنريت، لا دول جنريت فورم. طيب فضل لنا بكام؟ 6. الان نور. الان نور. ركز شوية الان نور. لا الجنريت اللي هم كانوا بيختصروا ليفل واحد جيت واحد، اه 6 حالات. وبعد كده في 4 حالات الباقي ال 10 نون دي جنريت. أو بيسموهم جنريتف. عندنا بعد كده الان نور. الان نور شكلها ازاي؟ ادي الان. ودي الان. ودي ايه؟ بي سي بي. دكتور هو النون دي جنريت ده استنى بس عشان اشوف الاول. انا بشوف بس مين الدي جنريت اللي هي مختصر من تو ليفل مختصر ليفل واحد. لجيت واحده ليها اكثر من انبوت. اللي هم اول 6 خدناهم قبل كده الاند اند والاور اور والناند نور والاور وال قلنا الاند اند والاور اور والناند والاند اند والاور نور والناند نور والنور ناند. طيب دول اول 6 كانوا دي جنريت. الباقيين مش دي جنريت العشره، والعشره طلعنا منهم اربعه زي بعض اللي هم الاند اور هم ناند ناند والاور اند هي نور نور. فاضل دول، فاضل الستة دول. وانا دلوقتي دي مش ممكن اطلع البابل دي بره. البابل دي لو طلعت بره تبقى ايه؟ البابل دي لو طلعت بره كده تبقى انفرتر صح؟ البابل كان هنا عند نور مش ده عند ده نور. ولا اور نوت صح؟ ده انفرتر اهو. يبقى انفرتر يبقى دي اند اند نور هكتبها بشكل تاني. اند هنا نور دي اور دي انفرتر صح؟ ها دي سرحت عرفت ولا ايه؟ سرحت ولا ايه؟ ادي اند نور النور طلعت البابل دي خليتها بره اللي هي اور نوت. النور هي ايه؟ اور بعدها نوت بعدها انفرتر. فالاند اور الاند نور خليتها اند اور عشان كده بيسموها الاند نور بيسموها اند اور انفرت شكل اند اور انفرت. راح تمثل فانكشن في صورة اند اور انفيرت يعني كانت تمثلها في صورة اند نور. يعني اند اور انفيرت الاور انفيرت اللي هي ايه يا جماعة؟ اور نوت اللي هي ايه؟ نور. يبقى انت لما تمثل الفانكشن في صورة تو ليفل اند نور كانت تمثلها اند اور انفيرت. يعني ايه دي اللي هي الانفيرت؟ النوت. النوت انا في بابل هنا دي كانت اند نور. كانت اند نور. طلعت دي كانت كده اول. كانت نور هنا. طلعت البابل دي بره. خليتها اور على جنب. يعني احنا كده نطلع من اور هنركز منه انفيرت. هي ما الاور نوت هي النور. تمام يبقى هنا انفيرت ده انفيرت. عشان كده اند نور بيسموه ايه؟ بيسموه اند نور انفيرت. اند اور انفيرت. كانها بتساوي كده اند اور انفيرت. يعني معنى كده الاور هي ايه انفيرت؟ دكتور يا عم انت مش جاي الاور هي انفيرت. النور هي اور انفيرت. النور هي اور انفيرت.
النور هي اور وبعدها ناقص للانفيرت. تمام؟ زي النمو كده يا دكتور، النمو ده اند انفيرت برضه. لا لسه اصغر، جايلك في النمو دلوقتي. ادي اند اور انفيرت. طيب نبص هنا بقى، انت عايز الفانكشن تتمثل في صوره اند اور، يعني تتمثل في صوره ايه؟ اند اور انفيرت. تمام على كده؟ انت عايز الفانكشن يا جماعه تتمثل، يعني تكتب الشكل ده كده، تكتب اند اور، تكتبها كده اند اور. وهي اند اور اي بي تبقى اي بي تبقى اي بي معمول لها اند. معمول لها نور قصدي؟ مع مين؟ مع السي دي. السي دي كل كل نور. دي الاند اور. اند نور. دخل ده جوه دي برده تبقى اي بي سي دي دي برايت دايما دي اللي هي الاند اللي هي الاند هي بس اتحولت من اللور اند. ايوه يعني اسمها ايه دي؟ دايرة دي سبب دي اللي هي ناند 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 ناند. عرفت لها ركز كويس. ناند اند دي ناند اند فين اهي؟ ناند اند مالان معمولة عند ايوه ليفل 2 ليفل 2 ليفل ناند معمولة عند والليفل الثاني عند. يعني اذا نقول عند نور ممكن تحول لايه؟ ناند عند. يبقى عند نور ممكن تحول لناند عند اللي هي في الاخر كانت عند اور انفيرت تحول ناند عند. يبقى الاثنين دول سوا بعض. ازاي بقى حولها ناند اند؟ هي مش النور دي يا جماعه، حتى على الرسمه اسمعكم تاني على الرسمه. النور اهي ادي ايه وادي دي ادي ايه بي سي بي وادي اند وادي اند. كنا داخلين على نور صح؟ هي النور بتترسم ازاي؟ رسم الشكل الثالث ده انفيرت انفيرت اند. هتحط بابا هنا اهي دي كده نور صح اللي هي مكافئة دي؟ كمان الاثنين الاور والانفيرت مكافئة للاور مع الانفيرت. طب ما تحرك البابل دي حركها لي هنا هاتها لي هتدي هنا حركها لي هنا البابل دي هاتها لي هنا بدل ما هنا حركها لي هاتها لي هنا تديك ايه؟ ناند اند فعلا ناند اند. هو الجبر بيلعب شكل السيركت بحيث انه يعرف يوصل سيمبليفيكيشن ليها كويس جدا. الاند نور هي ناند اند هي اند اور انفيرت. طيب نيجي بقى لحاجه مهمه جدا، انت عايز تمثل الفانكشن في صوره اند نور او ناند اند او في صوره اند اور انفيرت. انا مش هتكلم عليها في صوره اند نور لان خلاص عرفت الثلاث صور دول زي بعض. اند نور هي اند اور انفيرت هي ناند اند. انا عايز امثل الفانكشن في صوره في صورة ايه؟ في صورة قلنا اند اور انفيرت اللي هي اند نور او ناند اند. اند اور انفيرت عايز الفانكشن، انت عايز هنا يطلع لك اف صح؟ عايز هنا يطلع لك اف. عشان يطلع لك اف هنا المفروض يكون هنا قبل الانفرتر في ايه؟ ها؟ لا قبل الانفرتر اذا طلع لك اف اف برايم ولا اف العاديه؟ هيبقى اي بي اف برايم عشان اف برايم بالظبط. يبقى انت محتاج هنا قبل ما يطلع لك الاف تكون هنا في الحته دي كده. دكتور معلش السؤال كان ايه؟ اتفضل. السؤال كان هنا حضرتك انا هنا عشان اطلع الاف بصوره اند اور اند نور او ناند اند اللي هي اختصارا اند اور انفيرت. اند اور انفيرت عشان الاف تطلع هنا يبقى لازم قبل الانفيرت تكون طالع لي ايه؟ اف برايم بالظبط. لازم تكون طالع لي اف برايم هنا. هنا لازم تكون طالع لي اف برايم. دكتور النور اصلا هتطلع لي برايم. تعرف ايه؟ النور اوريدي هتطلع لي برايم. لا خلي بالك انا انفرت فصلته على الاور. حكيت النور للاور وانفرت. تمام انا دلوقتي انتيت الاثنين دول مع بعض وبعد كده عملت لهم اور. ده عنده ده عنده عملت لهم اور في النص. ماشي. لما دخل عليه انفرت هيبقى اف برايم. لا خلي بالك لا انا هشوف بقى احصل ازاي على الاف اجمع ايه في الاف عشان احصل على الاف في الشكل ده هشوف لسه هعمل ايه. عشان احصل على الشكل على الاف في صوره اند نور او ناند اند. هبص عليها قال لك هي اختصارا هي اند اور انفيرت. عرفنا ان اند اور انفيرت تيجي منها اند نور
الدومينانت عندي. طيب يبقى انا اف دي عشان احصل عليها هنا لازم اف برايم تكون مالها، لازم من حد الانفرتر احط عليه اف برايم. طب هو الشكل ده مش بتقولي الماب؟ الشكل ده مش الماب بتقولي كيما بسط بسط الاصفار. بسط مين؟ الاصفار. برافو عليك. بس عشان تحصل على نور هات الاصفار، جمع الاصفار، بسط السمبليفيكيشن الاصفار. سمبليفيكيشن الاصفار عشان خاطر تحصل على ايه؟ على اف برايم. تعمل لها كومبلمنت تحصل على اف. ثاني انت عشان تحصل على اف هنا في صوره اند نور، انا عايز احصل على اف في صوره ايه؟ اند نور. اند نور مركز يا جماعه في الحته دي، اند نور او اللي بتكافئ ناند اند. اللي هم اختصار ليهم اسمهم اند اور انفيرد. فانت محتاج الفانكشن، انت عامل الفانكشن اصلا الماب طالع اند اور. طب انت عايز اف كل ده على بعض تساوي اف، انت عايز كل ده على بعض تساوي اف، اف تساوي كل ده على بعض. فانت لازم الحته دي كلها على بعض، دي كلها لوحدها تجيب لك اف برايم، دخلها انفيرد تديك اف. تديك اف. اف برايم هي اف برايم اند اور. ليه؟ اند اور ليه؟ ليه؟ صار برودكت. يبقى اف برايم مجمعها ازاي من الماب؟ ده الاصفار مش هو حاجه. اطلع الاصفار واحط لها كومبلمنت وهتطيرها بعد وهتطلع لي اطلع اجمع الاصفار، اعمل سبريكشن للاصفار، ولما اعمل سبريكشن للاصفار هحصل على اف برايم. هحصل على صوره ايه؟ اند اور. حط لها انفرتر كده هنا واعملها انفرت هتغير اف برايم عشان اف برايم يرفع. الـ تعال نبص كده بسرعه على الحته دي. اند نور، اند نور اهي دي اند نور، هو عاملها على دبليو اكس واي زد، انا عملتها على اي بي سي. دي اند نور بالشكل ده. الاند نور قال لك اهو شيل النور وحط البديل بتاعها انفرت، وبعد كده حرك البابل يبقى تحصل على ناند اند. تمام ناند اند. طيب انا عشان احصل على ناند اند او اند نور اللي هي اند نور انفرت هجيب اف برايم، هجمع الاصفار في الماء هحصل على اف برايم، ادخلها الانفيرت ده هحصل على اف. يبقى انا اجمع الاصفار في الماء واطلع في صوره السم برودكت وادخلها الانفيرت هتطلع لي الانفيرت في صوره برودكت في السم. عند اور ده يجي لي وحيد بس ايش اسمه؟ عند اور اور فين؟ عند اور دي عند اور اديني وحيد بس مش لا ممكن اجمع بيها اصفار عادي، ممكن اجمع الاصفار دي عندي اجمع الاف برايم مش الاف، الاف برايم الكومبلمنت مش الاف. تمام تعال بص كده على دكتور احط انفرتر قبل الانفرتر اهي تعال بص عليه انفرتر. لا بص معايا دي ماب 3 فاريبل، ماب 3 فاريبل ماشي. هو هيجمع مين هنا؟ ياخد الاربعه اللي في النص. انا عايز اند نور، خلي بالكم هحاول اسيبكم دلوقتي الحاله الثانيه تحت دي هشرحها بس. انا عايز اند نور او ناند اند اللي هي متساويين زي بعض، اند نور وناند اند زي بعض. هيجمع الاصفار، جمع الاصفار عندك اربع اصفار في النص اللي هم مجموعهم كام؟ اديك زد. اربع اصفار في النص اديك زد. تمام؟ نعملها على الماب. وصفرين هيديني ال x وال y برايم، الاثنين اللي فوق والاثنين اللي تحت هيديني x برايم 1 اهو 0 0 0 1 1 1 1 0 وال 0 وال 1 هم الفرق بتاع اسمها ايه؟ x y z x y z. انا عندي انا هجمع الاصفار هنا ادي الوحيد، انا هجمع الاصفار، الاصفار فين؟ ال 0 0 0 0 وفي 0 هنا وفي 0 هنا واحدين بس. انا عايز صوره اند نور، انا عايز الفانكشن دي صوره اند نور او ناند اند. لو قال لك انت عايز الصوره الفانكشن صوره ناند اند او اند نور
اف انه عايزه فك النور دي. النور هي ايه؟ اور نوت او اور انفيرت. يبقى اند اور انفيرت. يبقى انا عايز اف كلها صوره اند اور انفيرت. يبقى لازم الاف كلها اف اند اور انفيرت. لازم الاف تبقى هنا، اف برايم تبقى هنا، دخلها الانفيرت تبقى اف. فهجمع انفيرت ازاي؟ هجمع اف برايم ازاي؟ اجمع الاصفار، اجمع الاصفار اهي مع بعض مع بعض ادونا ايه؟ هل اف برايم تساوي دي نزلت على اور مين تاني؟ ناخد واحد واحد زيرو واحد من فوق مع الشمال ده كده؟ ده مع الشمال ايوه. التاني مع اليمين مع الشمال بجنبه ده يدينا مين؟ يدينا اكس اكس واي برايم اكس واي برايم اور اكس برايم اكس برايم واحد واحد. دي اف برايم بصورة السم برودكت يعني صورة اند اور. ادي اند داخلين على اور. اتفضل. انت اللي هتلخبط فيها ليه؟ اللي هي اخر حته اللي حضرتك جمعت الورن الجدول. بشوف من المشترك، بشوف من المشترك كده. خلي بالك الاكس راحت لما انا اخد اربعه دول. الاكس راحت، اكس برايم مع اكس راحت. هنا بشوف من المشترك في الصفين دول. المشترك هنا الواي برايم مع واي راحت. فضلت مين معاك؟ زد زد بس، معاك زد بس. هنا عندنا بشوف هنا المشترك هنا اكس. اكس نورمال، اكس عادية نورمال. هنا ايه المشترك بينهم؟ ادي زيرو زيرو وفضلوا، لكن زيرو واحد راحوا مع بعض. فيدينا ايه؟ واي. اكس واي برايم. هنا هتبقى اكس برايم. لانه زيرو اكس برايم هنا. دي الصف ده كانت ماشي كده، ممنوع كده. اكس برايم، ومين المشترك هنا؟ واي. واي. اكس برايم واي. طيب دي اف برايم، خد لها اف كده، خد لها كومنت كده اف برايم الكل برايم. خد لها كومنت يا ولد الواحد مع الواحد دخل انفرتر. هتبقى ايه؟ اف صح؟ هتساوي ايه؟ زد اور اكس واي برايم اور اكس برايم واي الكل برايم. طب دي بتساوي ايه؟ زد برايم ان هو السيه دي عباره دي عباره عن الاول هي خلاص الشكل ده ايه ده اند اور انفيرت اند نور الشكل ده ايه اند نور اهو ادي اند 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 لا اور بنفرت اند نور اند نور تمام الشكل ده بص عليه ده هتقول اند نور ده خلي بالك الشكل ده مين ده اللي فيه اف برايم ده اند اور ده اند نور اند نور ركز يا جماعه دي اند نور اهي ادي اند واند وداخلين على نور طب الشكل بعد كده زد برايم ها اكس واي برايم كل برايم ها اكس برايم واي طب الشكل ده ايه ده الشكل ده اللي هو نور لا نور 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 الشكل ده اند اند عصام عن اند اند ولا اند نور بالشكل ده كده تمام بس كده لما يقول لك جمع اند عايز اقصر عند اند او اقصر عند نور او اند اور انفيرت يقول له انا هجمع الصفار في تحت النا يعني هو ده الجواب اصلا السؤال هيجي في الشرح هيجي هجمع الجواب هتجمع الصفار هتجمع الصفار تحت النا طيب فاضل معاك مين تاني بعد كده دي خلاص خلصناها كده لاند اور اور لاند تعال بص على مين؟ دكتور معلش قبل ما حضرتك تخش على الوان احنا ليه كده زودنا ليفل في الدايرة؟ ليفل؟ مفيش ليفل زاد في الدايرة، الدايرة المفروض تكون تو ليفل هي كانت تو ليفل انا زودت في الدايرة ليفل لا انا الليفل طلعت مرة بس هو انا موجود كان مور هو نفسه هو لو وصلته بالاور هيبقى مور عادي تبقى هي طيب تعالوا بص على اللي بعد كده الشكل بعد كده مين؟ اورنامنت اورنامنت شكلها ازاي اورنامنت ايه ادي اور 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 وادي اور ايه بي او اند سي دي او اند احنا عايز اند انفيرت او نامنت على اند على نامنت على نامنت ايه على نامنت اند انفيرت او بالظبط بس انا هقول هنا ايه ليفت بتساوي ايه ايه اور بي اند سي اور بي كل فرايد
كل ده دي اور ناند. اور ناند تمام، دي اور ناند. احنا قلنا الناند دي هنطلع دي هنا ونطلعها في الوديها فين؟ خليها انفيرت، خليها انفيرت هنا برضه. هتبقى اور ناند تبقى دي ايه؟ اور ناند اور اند انفيرت. يبقى اور ناند، اور ناند اسمها اور اند انفيرت. اور اند انفيرت دي اور ناند. طيب نحصل منها فوق كده كده، فوق كده ايه؟ ايه اور بي رايت اور اف بتساوي ايه؟ اور بي الكل رايت اور سي سي اور بي رايت كل رايت ده ده اللي هو مش برودكت. لو برودكت هجيب اصفار صح. طيب هنا عندنا هنعمل كده ليفل. انت عايز اف هنا، يبقى قبل الانفرت تجيب مين؟ اف برايم. يبقى قبل الانفرت تجيب اف برايم. قبل الانفرت تجيب اف برايم اهو عشان تديها اف، عشان تديها الانفرت تحصل عليها. طب اف برايم انت هتجيبها صوره ايه؟ اور اند. اور اند يعني برودكت اوف سم. طب النب طلع لك سم اوف برودكت، يبقى انت عايز الاف برايم في صوره ايه؟ برودكت اوف سم. بتجمع مين؟ جمع الوحيد. جمع الوحيد بتاعت الاف. هي البرودكت اوف سم جمع الوحيد، والسم برودكت ده جمع الوحيد. هي على حسب البات اصلا ما بتكونش غير سم برودكت بس. لو بتجمع وحيد بتاعت الاف هتحصل على سم برودكت للاف. لما بتجمع الوحيد دي وحطيت لها برايم هتحصل على برودكت اوف سم للاف برايم. يعني المبلغ بتديش على سم برودكت. سم برودكت ده سم برودكت ده لو انا حطيته برايم يبقى هحصل على اف برايم. في صوره مين؟ برودكت اوف سم اللي هي اور اند. اور اند دي صورتها برودكت اوف سم. برودكت اوف سم اللي هي برودكت اوف سمز. تمام. يبقى اذا انت عشان تحصل على الفانكشن في صوره اور اند او نور اور انت لازم تحصل على اف برايم في صورة or and. يعني الاف برايم تجمع الوحيد، تجمع الوحيد تحت الاف وجيب لها الانفرتر بتاعها. جيب لها الانفرتر تمام. هنحصل اف برايم. انا هنا هجمع الوحيد، ادي الوحيد اهي هجمعها ونشوف يحصل ايه. نفس الشكل ده، نفس الجدول ده، نفس الشكل ده كده. الوحيد اهي
هما لوحدهم كل واحد لوحده مش حاجة مش مع مجموعة تانية ده لوحده اكس برايم واي زد اكس برايم واي برايم زد برايم او اكس واي زد برايم المجموعة دي لوحدها واحد لوحده في المجموعة وده واحد لوحده في المجموعة طيب الصورة دي صورة ايه؟ دي اندرو اللي هي عبارة عن السوبي لو انا جبت اف جبت لها برايم اف تحصل على ايه؟ اكس برايم واي برايم زد برايم ناقص اور اكس واي زد برايم كل ده الكل كومبليت الصورة دي عبارة عن ايه؟ لسه دي دي اف برايم طيب هات لي نازل كومبلمنت بقى نازل كومبلمنت هنغير الاشاره يبقى اف برايم لسه زي ما احنا يبقى اكس برايم واي برايم زد برايم الكل برايم ده هنا ان اكس على اكس واي زد برايم كله كومبلمنت دي صوره ايه؟ نان دام تمام هنفك دي بقى حط مين؟ احنا ممكن نقف لحد هنا ده لا مسحت اللي في النص ناند ناند اور ناند ماشي طيب دي اف برايم كده جمعنا هو زي ما عمل كده بالظبط جمع الوحيد عندك الوحيد بقى لما تجمعها هنعمل اف برايم بقى ليها الصورة كانوا صورة ايه؟ دي صورة ناندان عارفين الصورة الاندور كده ايه؟ في الفيرت اللي عنده نور دي عنده نور دي ناندان بعد كده نقول ايه؟ عندنا الاف برايم الكل برايم سوي ايه؟ دكتور هيك ري فاريبل ترمس ولا ترمس فاريبل؟ ليفل الاولاني ليفل الاولاني فاريبل نانت لا تلبس نفسها تلبس نفسها دي هتساوي اف دي هتساوي كل ده اكس واي برايم اكس برايم واي برايم زد برايم الكل برايم انا عندي دي كده هحط على اف برايم لما احط حاجه تطلع اف برايم دي اف برايم لو مش اف دي اف احصل على اف كده واجيب لها اف برايم طيب اكس او واي اكس او اور نايت دي هتساوي x و y z or and هتعمل لها برايم بقى تعال اعمل لها برايم تبقى ايه اورنان شوف هي دي الصوره دي اف برايم لحد دلوقتي هتبقى نور اف برايم اهي دي اف برايم ايوه خد دي كلها اعمل لها برايم تبقى اف تبقى ايه تبقى نور نان لا نور اكس اور واي اور زد and x prime or y prime or z الشكل ده ايه ornand الشكل ده ornand اهو اللي احنا حصلنا عليه زي تمام ornand بعد كده فكه كمان يبقى الاف بتساوي ايه
بتساوي دخل اللي دي جوه الاكس او واي زد كور كل برايم او اكس برايم او واي برايم او زد نور اور كده خلاص كده حصلت عليه في صوره اور نان ونور اور وفي صوره اور اند انفيرت اور اند انفيرت او اور نان كده كمان وانا بفضل افك لحد ما اوصل لكل الشكل اللي انا عايزه للشكل اللي انت عايزه تمام كده فاضل لنا مين بقى فاضل لنا النانت فاضل النانت اور ونور اند فاضل لنا النانت اور صح هي اكيد ده بتساوي طب بص على الشكل ده قبلها هنا بقول لك مين اور نانت اور نانت اهي دي اه صح ماشي الأورنانت الأورنانت أي الأورنانت دي هتقسمها إزاي؟ هتقسمها بالشكل ده اللي هي أور أند إنفيرت نور أور نور أور أور أند إنفيرت اللي هي نور أور هتحصل عليها إزاي؟ هتحصل عليها هنا هتكون هتبقى إكس أور واي برايم أور دبليو أور إكس برايم او زد برايم كور كوبي بروجكت ادي اورنانت دي اورنانت وبعد كده النانت ارسمها بالشكل التاني بتاعها وحرك البابل دي هنا تبقى ايه؟ نور اور نور اور طيب طبعا هنا عندنا اور نانت تحول ايه نور اور ادي اختصار الدين الكتاب بيقول لك انت لو عايز ان نور نانت ان انت عايز جمع الاصفار جمع الاصفار في النار احنا عملناها المره اللي فاتت اللي اذكر الاجل دي على طول عشان تحصل على اف عشان سمبليفاي اف برايم انتو سم اوف برودكت سمبليفاي اف برايم انتو برودكت اوف سم باي كومبايننج وان ان ذا ماب دي اللي عملناها دلوقتي بين كومبلمنتنج اللي هتحصل على الاف نفسها ودي هو عملها عمل ايه؟ عمل الحته دي اهو اكس اور واي اللي هي الشكل ده حصل على الشكل ده ناند ناند ان ناند اور اور ناند اور ناند هيفوق كمان يحصل على نور اور نور اور يعني دي هيعملها ناند هنا حرك يعمل دي كده بابل هنا بابل يحط البابل هنا والبابل هنا تبقى نور اور فاضل لنا ناند اور ايه ناند اور بتعمل ازاي مع ناند اور؟ بتعمل ان ناند ناند اور ناند اهي عايزين ناند بقى ناند اهي ناند ادي ايه دي سي دي تخش على مين ممكن نخليها اند بقى ونخليها الاور اللي بره دي ممكن نخلي اللي جوه دول اند ناند اور ونخلي اللي بره دي خلي ايه نخلي اللي جوه دول اند ونرحل الضابط دي نخليها نور اللي جوه دول نخليهم انت انت هتودي الضابط دي فين؟ انا بالظبط قال الضابط دي هنا عملها بنفس الشكل الثاني ادي كده وادي كده ادي اي دي سي سي دي وخد الضابط دي وديها الناحيه الثانيه بالظبط هنا هنا او بره بس لا حطها هنا تمام؟ تمام كده تحصل على مين؟ على نور على نور عند نور عند نور كده عند نور كده عند نور نور دي دي نور دي 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 نور لا انفيرتور اللي هي ايه انفيرتور 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 عند نور يبقى دي شكل شبه عند نور احنا عند نور من شويه بس احنا ما خدناش بالنا الحته دي اند راند يبقى دي اند راند انا ممكن تشيل دي ودي ناند يا جماعه احنا مش عارفين احنا مش عارفين لو عندي كده اهو اكس وان اف هنا تساوي ايه؟ اكس برايم اور واي برايم دي تساوي ايه؟ اكس اور واي كل برايم فدي اند راند احنا عشناها من شويه اند راند كذلك نور
نور اند نور اند مش زي اد نور ادي اي بي سي دي نور اند ايه هي اعمل ايه حرك البابل دي بدل كده حركها هنا شيلها من هنا شيلها من هنا نحطها هنا لو سمحت ايه نور لو سمحت نور واند يبقى نور اند أورنامنت يعني دي هنشيل دي كده ونخليها دي عبارة عن نور أورمان فيا انفيرت عندي يا جماعة انفيرت عندي نور نور أورمان فيا عم بالصف تمام يبقى دي كده ايه أور نور مش نور أور نور كده احنا خدنا 16 شكل اتفضلي لو انا حركت البابل هنا هديني جهه ثانيه انا باخد البابل هنا مثلا دي عباره عن ناند او ناند او طب انا البابل دي مش بتتحرك هنا دي لو اتحركت هنا هتدينا اند ناند اند ناند انا دي عباره عن ناند عباره عن ناند هو بس بيلعب بالالجبرا في الاكسبريشنز بحيث ان هو يحصل على الشكل اللي هو عايزه وعايز شكل معين تمام يعني السؤال هيجي لنا ازاي زي اسكتب بالظبط الاجابه اسكتب ازاي حلو كتاب حلو اسكتب حلو اسكتب يا جماعه بلاش ليه لما مرفوع معاه مع جروب وبتاع جروب كتاب وعقل كيف بتعمل دكتور مريم طيب روح لكس اور حبيب لكس اور لكس اور لكس اور ولكس نور لكس اور اللي هي اكسكلوزيف اور اكسكلوزيف اور اكسكلوزيف اور فانكشن دي مهمه جدا وبتبني منها شويه سيركتس زي العدد والمالتبلاير والسبتراكتور هنشوفهم شكلهم بعض بيبنوهم من الاكس اور والاكس نور وكمبارتر الاكس اور امبلمنتد از اكترنال سيركت ثرو جيت امبلمنتد باي انتركونكتنج جيت باي اكس اور يوز از كونفينينت ريبريزنتيشن الاكس اور دي فانكشن تمام وفي الاكس نور الاكس اور فاكرين اللي هي رمزها ده رمز تحت عندي و A و B و D A رأسهم الالجبرا بتاعها A X O D الاخرون بتاعها exclusive O لو انا عندي A وعندي B وعندي A X O D وقولك لو الاثنين زي بعض 0 0 و 2 0 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 ليه لانها exclusive exclusive بمعنى انها فكرة الحصري فكرة لا يمكن لا اكسكلوزيف اور الاور العاديه بنسميها انكلوزيف اور الاور العاديه بنسميها انكلوزيف اور انكلوزيف اور ليه لان الواحد والواحد ادينا واحد بينما في اكسكلوزيف اور لان الواحد والواحد ادينا زيرو الواحد والواحد ادينا زيرو لان هو لازم واحد فيهم يكون مختلف عن الثاني دي الاكس اور النيجيشن بتاعها لو انا حاطط وراها بابل هتبقى اكس نور حاطط وراها بابل كده دكتور ايه الاكسور بي ايوه كله مش الاكسور بتشتغل كده في اللي هي فورميس اللي هي لو حاجه متشابهه يبقى لها تنفر او حاجه مختلفه يبقى لا دي انا ما لاحظتش تمام دي سيركس غير مجال محطه خالص تمام دي هنا الكترونكس هنا عندنا دي الاكس نور بقى دي الاكسكلوزيف هي الاكسور بس بحط لها نوت بحط لها نوت الكومن بتاعها حط لها انفرتر ودي هنا عندي اكس نور الاكس نور كده عكس الاكس نور عكسها بالظبط يبقى 1 0 0 1 والتالت هنا بنسميها equivalence function equivalence function ليه equivalence function؟ او equivalence gate لان هنا لو الاثنين متساويين زي بعض بتديك واحد غير كده بتديك ايه؟ صفار ايه بتاع التساوي؟ ايه بتختبر التساوي؟ هنشوفها دي في كومبارتور في الكومبارتور اللي اختبر لك الجراف بتقول له ايه؟ بتقول له في البرمجه ايه؟ اكس تساوي اطبع اكس او طب اكس تساوي اعملها ازاي هو الكهرباء؟
يعني تقول اكس فيها 2 واي فيها 3 او اكس فيها 2 واي فيها 10 ودي فيها باينري بيتس ودي فيها باينري بيتس وانت تقول له اف في الـ في السي بلس بلس تقول اف دي بتساوي دي اعمل اكشن معين كونديشن بتاع الاكشن بتاع الكونديشن معين تمام يعني بس هو اكس بيقارن الاكس او الاكس سمول سمول لما في ده في سيتس لا كومبلت لجوه بتقارن البيتس ببعض جوه شكل 4 بتقارن البيتس ببعض بيتس مول تاخد كل اثنين بيت تخم على جيم اكس مول لو الاثنين زي بعض اثنين بيت زي بعض يدينا واحد لو جايين مختلفين يدينا صفار النوت بيعملها بقى من النوت النوت اللي ما بيساووش بعض اللي ما بيساووش بعض اللي ما بيساووش بعض اللي ما بيساووش بعض بيعملها الاكس او الاكس او الاكس او تمام دكتور ان هي الكوفالنس اللي هم بيساووا التساوي دي بتختار التساوي دي بيسموها الكوفالنس فانكشن ده التساوي لان بيقول لك لو الاثنين مفتوحه زي بعض دي واحد لو الاثنين مختلفين تدي صفر يعني ايه بقى ده مش دكتور زي الاند لا عكس الاند الاند لا الاند ما لهاش علاقه بالتساوي الاند زيرو زيرو الاند زيرو لا الاند دي بتعملها كونجكشن اللي هي بتعتبر انه لازم يكون الطرفين يتحققوا مع بعض طرفين يتحققوا مع بعض عشان تيجي ترو اللي هي هتبقى في الاول اديت امرين مع بعض امرين كونديشن مش الاند كونديشن مش الاند اكسكلوزيف نور اكسكلوزيف نور دي الفانكشن دي يا جماعه مالها كومبلكس جيتس عادي التروستيوم بتاعهم يقول لك اور سيمبل اكس مور سيمبل دي بيسموها كويفلنس فانكشن او كويفلنس جيت في شويه خصائص ليهم هو انت لو عملت الاكس اور ما انت بصيت عليها وشفت المين تيرمز بتاعتها مين تيرمز بتاعت الاكس اور هتلاحظ المين تيرمز مين ده ام كام ده ام 0 ام 1 ام 2 ام 3 4 مين تيرم انا عندي 2 انبوت 4 مين تيرم ايه اكس اور دي هتساوي ايه ايه اكس اور دي بتساوي ايه هكذا صار سبرس سم اوف مين تيرمز انا هتساوي ايه مين سميشن تيرم كام؟ 1 2 1 2 هو كام؟ ام 1 او ام 2 اللي هم ايه بقى اكتبهم بقى صورة الجبرة a برايم في او a b برايم a b برايم عشان نقول واحد او واحد اثنين لا احنا بنتكلم عن تيرمز طيب الاكس نور الاكسكلوزيف اور الاكسكلوزيف اتس اور بي برايم كل برايم بي الكل برايم دي بتساوي بتساوي سميشن مين ال 0 وال 3 ال 0 وال 3 اللي هم ام 0 اور ام 3 اللي هي ايه برايم بي برايم ايه برايم بي برايم و اور اي بي طب انا ممكن احصل على من ده على ممكن احصل من ده لو ده عملت له انفيرت ممكن احصل عليه من ده حط برودكت لو عملت انفيرت لده وعملت انتجار مفاتيح هتحصل على ده يعني لو عملت له انفيرت يبقى كده عملت اكس نور هتحصل على ده اعملوها وشوفوها لو حضرتك مديني برودكت بدل السبمشن مديني برودكت في ايه؟ بدل السبمشن يعني بدل السبمشن ل 1 و 2 مديني برودكت ل 1 و 2 ل 1 و 2 برودكت ل 1 و 2 تمام هيعكسها تعكس هتعكس 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 المين تيرم هحطهم في صوره اورز الماكس تيرم هحطها في صوره لا المين تيرم في صوره ان المين تيرم ان المين تيرم ان الماكس تيرم هو الاور المين تيرم ان المين تيرم تيرم المين تيرم تيرم ايوه المين تيرم هحطها في صوره سام اوف مين تيرم سام اوف مين تيرم سام يعني اور اور المين تيرم المين تيرم نفسه عباره عن طيب الاكس اور الاكس مور جيت don't exist for more than two inputs and instead they are replaced by odd and even function. تعالوا نبص على الاكسبريشن على الاكسبريشن ده دي رسمة بتاعت اكس اور اكس اور اللي لسه عاملها دي اللي هي دي بس هو عاملها اكس اور
اد اكس اكس اند واي برايم بتاع كده اكس برايم اند واي والاثنين داخلين على الاور دي اكس عكس عكسيه احط الاي بي في الاول الثاني الرسمه دي بقى ايه دي بالناند بس حصل عليها بالناند فقط حصل عليها بالناند ازاي لو انا جيت قلت انت عندك اكس احنا قلنا اكس او واي بتساوي اكس واي واي او اكس واي واي لو انا جيت كتبت كده اكس واي برايم او اكس برايم واي او اكس واي برايم او اكس او زيرو او زيرو هحصل حاجه مش حاجة ما ماتش حاجة طيب هكمل عليها x برايم y or x y برايم or x x برايم or y y برايم عملت حاجة؟ لا مش حاجة جديدة هو انا بديت الصفر حطيت دول دفتهم عشان تقريبا نشيلهم هما دول الصفر هما دول صفر دول صفر دول صفر والصفر فور ما عملش حاجة عكس مش اساسي دكتور انا ضفت زي ما ضفت الصفار من عندي هنا ضفت على الاور صفر اور صفر ما عملتش حاجه بس مجرد انا بحصل على صوره نان عايز احصل على صوره نان كلها صوره نان هو ده انا عملت عشان كده ان الاكس برايم عامل مشترك بالظبط هاخد هنا هاخد منه مين هاخد اكس برايم واي واكس اكس برايم واي واكس هاخد الاثنين مع بعض ودي مع دي والاكس واي برايم مع الواي واي برايم طيب اكس دي هتساوي اكس هبدلهم بس اكس برايم واي اور اكس برايم اكس بدلتهم بس بدلت بيه بدل اكس اكس برايم بدل اكس برايم اكس دي كونفرت مش حاجه اور اكس نبدل برضه واي برايم برايم اكس اكس اور واي برايم واي ما عملتش حاجه خالص لان انا اخدت نول وده بدلت الترم الترم بدلت الفاريبلز بتاعته طيب دي هتساوي ايه؟ اكس برايم ده تساوي خد اكس برايم بالديستريبتيف لود الديستريبتيف لود دي عباره عن ايه؟ اكس برايم واي اور اكس وهناك الناحيه الثانيه واي برايم هنا واي برايم اكس اور في اكس اور واي برايم طيب اديهم برضه ما انا ممكن اعمل الترم نفسه مشتركه ده اكس اور واي برضه ما عادش معايا تاني اكس اور واي اور هنا y برايم واي اكس واي اكس اور واي هي ايه ما عملتش حاجه طيب مش ممكن اخد الترم نفسه مشترك هو ده لا لفوق من الخطا اللي قبلها انا عندي اكس اكس واي واكس وفي الترم الثاني اكس اور واي باخد الترم نفسه مشترك ماشي هيبقى معايا اكس برايم اور واي اكس برايم اور واي برايم بس اكس برايم واي برايم بس انا هحصل على صورة نان كلها في صورة نان لا خلاص تمام هنا هجيبها دي اكس برايم ده نان هاته دي مور نان دي مور نان هتبعه كده دي مور نان ده اكس برايم واي برايم الكل برايم تمام اور واي برايم واي برايم واي برايم اكس برايم واي برايم كل برايم واي برايم كل برايم اكس برايم واي برايم كل برايم طيب هو هنا الشكل بتاعه ماشي ازاي ماشي اكس برايم اكس برايم واي برايم طيب انا ادخلهم هنا الاثنين دخل اكس دي اكس برايم احنا قلنا اكس اور واي كل برايم دي تمام ودي تمام طيب بعد كده كمل كمان اكس برايم يعني كده في اكس برايم واي برايم كل برايم وكل ده قالهولي ها
برايم. تمام؟ واي برايم اكس برايم واي برايم كل برايم وكل ده اللي هو لي برايم. بس تعال قول لي ده كله ما تش حاجه معنا. زودت بس اثنين برايم كده. الدائره كلها ايه؟ نعم كلها ده كل ده نعم ده الدائره كده كلها نعم. انت لو دخلت هنا هتطير دي هيطير من جوه ده نعم ده نعم ده كلها هتلاقيها اصبحت نعم. كل الدائره اصبحت نعم. كل سكه اصبحت نعم. اللي رسمت قدامك كده سهله تمام جدا. نعم كلها نعم. كل الدائره اصبحت نعم ده عندنا هنا هو ده عشان نعمل ناند ليمتيشن فقط. ده عشان نعمل ناند ليمتيشن عشان نوحد الجيت. وقانون لما نوحد الجيت في الدائره كلها ده بيحسب له بموضوع السيميليشن بتاع الديلي والاناليسيس بتاع الديلي. يعني تحسبه لما يكون الجيت واحده في كل الدائره من جيت واحده مش من جيتس من انواع مختلفه كده يعرف يعمل اناليسيس سيميليشن وكمبيتيشن للديلي. ونعم يعرف يحسب الديلي كويس تمام. لما الديلي هيكون ثابت على مستوى السيركت الدائره كلها الدائره كلها من نفس الجيت فالديلي في الليمتس كلها هيبقى واحد. تمام دي معلومه جديده انا اول مره اسمعها. الديلي هنا الديلي هنا لما يكون واحد نفس الدوائر في الحاله دي يحصل ايه؟ الديلي بيبقى ثابت. الديلي بيبقى ثابت بتاع الجيت فيعرف يعمل له سيميوليشن او يحسبه بحيث يعرف السرعه بتاعت السيركت قد ايه. احنا عارفين الانبوت الاوتبوت الاوتبوت بيطلع الاوتبوت بيطلع مع ديلي معين من الجيت بالجيت تغير الانبوت. الجيت انبوت الجيت انبوت بوس والجيت انبوت بوس. طيب في شويه بروبرتيز خاصه بالاكس اور اكس اور زيرو تدي ايه؟ تدي اكس ليه؟ اكس اور زيرو تدي اكس ببساطه جدا. انا عندي اكس اهي وعندي الزيرو الزيرو وادي واحد حط الزيرو الزيرو اكس اكس اور زيرو زيرو صور زيرو كام؟ زيرو وزيرو صور واحد واحد. وما هي دي؟ هي دي هي اكس تمام؟ طيب اكس صور واحد تدي ايه؟ اكس تدي زيرو. لا العكس بقى زيرو صور واحد بكام؟ واحد وواحد صور واحد زيرو. طب ما ده الكومن بتاع ده يبقى اذا ده اكس برايم يبقى اكس صور واحد تدي اكس برايم تمام؟ اكس صور واحد تدي اكس برايم. طيب اكس صور اكس تدي ايه؟ بلوش كده اكس صور اكس تبزيرو الاثنين زي بعض بالظبط. لا اكس صور اكس تبزيرو اكس صور اكس برايم واحد الاثنين مختلفين اكس صور اكس برايم مختلفين ده زيرو ده واحد تدي واحد على طول يعني اكس صور اكس تدي زيرو. بقول لك الاكس ايه؟ الاكس صور زيرو يعني لو الاثنين بواحد الاثنين زي بعض الاثنين زي بعض واحد واحد هيدي صفر لو صفر وصفر هيدي صفر عشان متشابه عشان متشابه. بينما الاكس صور اكس برايم واحد تدي واحد الاثنين مختلفين واحد بصفر والثاني بواحد فهتدي واحد. طيب بقول لك ايه كوميونيكتيف الاكس صور واي هي نفسها بتساوي واي صور اكس ودي ممكن تثبتها بالتروث تيبل او تثبتها بالالجبرا. عندنا هنا الاكس اكس اور واي برايم هي الاكس اور الاكس اور هي الاكس برايم اكس اور واي هي الاكس نور بتاعتها ودي ممكن تثبتها برضه بالتروث تيبل او بالالجبرا. يعني ممكن تعمل تروث تيبل تثبتها وممكن تفك الاكسبريشن بالالجبرا تحصل في الاخر على ان اكس نور. يعني دي قوانين تروث تيبل ده دكتور ولا حاجه ثانيه اللي هو احنا عاملينه فوق ده التروث تيبل. اه بالظبط تعمل زي كده ماشي هتعمل زي كده بالظبط. عندنا كده هي اسوشيتيف. اسوشيتيف بمعنى ان هي ممكن اكستنسبل لايه؟ للمالتيبل انبوتس. ليه؟ لان اكس اكس اور واي تعمل لهم اكس اور وتاخد الاوتبوت بتاعه تعمل له اكس اور مع الزد هو كانك انت عملت الواي والزد الاول بعد كده عملت لهم اكس اور مع الاكس هي كانهم الثلاثه مع بعض كانهم داخلين على جيت واحد اكس اور. دي ده اسوشيتيف وهي كذلك اكس اور اكس اور كذلك زيهم بالظبط. اسوشيتيف ايه؟ اوبريشنز. طيب الاوت فانكشن قال لك انت احنا مش قلنا ممكن نعمل ثلاثه ايه؟
ثلاث امبولس اكس اور فانكشن خمس سنت و 3 اور مور فاليبلز ثلاث امبولس. ليه؟ لان هي اكستنسبل لمين؟ اكستنسبل لي اسوشيتيف فهي تعتبر اكستنسبل. لو انت مسكت اكس اكس اور واي اكس اور زد وعملتها على الماب هتلاحظ حاجه ودخلت المين تيرم ساعتها على الماب هتلاحظ شكلها هيطلع بالشكل ده. اعملوها دي نعمل هنا x ادي x وادي y وادي z ادي x x or y x or y 0 0 0 0 1 1 1 1 انا عامل لكم ثلاثه فاليبلز 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 ده 0 1 0 1 0 1 0 1 x x or y x or z حط الزد على طول مش حابب اعملها ايه مع عدد مراحل مراحلتين اصلا ده صفر اول واحده صفر الاثنين دول صفر صفر x or x صفر 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 طيب هنا صفر x or 1 1 1 صفر صفر 1 0 0 ده 1 1 x or 1 0 صح ده 1 طب ده زيرو زيرو ده زيرو واحد زيرو واحد واحد مين ترم كم وكم وكم مين ترم اكس واحد 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 اثنين واربعة وسبعة ادي اكس وواي زد كم واحد واحد اثنين واربعة وسبعة واحد واثنين واربعة واربعة وسبعة طلع بالشكل ده ده هتلاحظ ان هم كل واحد تاخده لوحده كل واحد مجموعه لوحده هرتبهم جنب بعض هطلع لك لما هطلع الجبر بتاعتهم المهم هتلاحظ ايه هتلاحظ ان الاكس اكس اور واي اكس اور زد سواء ثلاثه فاريبلز او اربعه فاريبلز لو عملت الجبر اربعه فاريبلز كل واحد لوحده هتلاحظ حاجه هتلاحظ ان مفيش واحد غير لما يكون عدد الوحدات فردي عدد الوحدات فردي في الانبوتس ما بيديش واحد غير ايه يا دكتور؟ عدد الوحدات فردي في الانبوتس يعني اه عدد الوحدات فردي في الانبوتس كم واحد هنا في الانبوت؟ واحد هنا واحد بس هنا واحد بس هنا ثلاث وحدات لكن لو عدد الوحدات زوجي في الانبوتس اه يدي زيرو يدي زيرو عشان كده بيسموها الاود فانكشن فردي الاود فانكشن الداله الفرديه يبقى الاكس او اكس او سواء ثلاثة فاريبلز، أربعة فاريبلز، خمسة فاريبلز، أي عدد من فاريبلز، ما تديش واحد وعملت لها كروس تيبل بتاعها، ما تديش واحد غير لما يكون عدد الوحايد فردي في الانبوتس. عشان كده بيسموها إيه؟ نوت فانكشن. نوت فانكشن. تمام؟ القوي بتاعها هو الإيفن. الإيفن، الإكس نوت. الإكس نوت هتبقى في الشكل ده. الوحايد ساعتها دي. الإكس نوت. الإكس نوت هتبقى إيه؟ الاكس نوت هتبقى ايه؟ 1 0 0 1 0 1 1 0 لا كومبلمنت بتدي لما يكون عدد الوحدات ايه؟ زوجي زوجي هنا عدد الوحدات صفر صفر زوجي هنا عدد الوحدات زوجي 2 عدد الوحدات زوجي 2 عدد الوحدات زوجي يبقى عشان كده الاكس نور بيسموها الايفن الايفن فانكشن الاكس نور بيسموها الايفن فانكشن تدينا ايفن نمبر اوف 1 طيب هل ممكن نستخدم الاكسور فانكشن دي دي اوت اوت فانكشن ايه في فانكشن تديش غير يكون عدد الانبوتس عدد الوحدات الانبوتس زوجي تدي واحد ايه في فانكشن الاكس نو يا دكتور المين تيرم يكون الزوجي ده الاكس نو لا مش مين تيرم هو عدد الوحدات في الانبوتس الانبوتس في تروس تيبل عدد الوحدات لو زوجي الاكس نو تدي واحد الاكس اور عدد الوحدات فردي تدي واحد طيب لو احنا عايزين نعمل اوت فانكشن بنستخدم تو انبوت اكس اور تو انبوت اكس اور عايزين نعمل بيهم عايزين نعمل اوت فانكشن يعني ايه اوت فانكشن ما بتديناش واحد غير لما يكون عدد الوحدات فردي بنستخدم تو انبوت اكس اور نعملها ازاي؟ تو انبوت اكس اور انا عندي انبوت اكس اور يبقى انا عندي ثلاث انا عايز ثلاث انبوت التروث تيبل اللي فات ده التروث تيبل دي مش اوت فانكشن لا دي اوت فانكشن دي ايفن فانكشن مش هو الشخص ده كنت عدد الوحيد فردي يعني في الاول واحد اربع وحيد فين؟ لا خلي بالك ده على ده برضه ده على ده
ما تقدرش ده اوتبوت دور انبوت، لا ده اوتبوت سنجل اوتبوت. طبعا انا دي المفروض تبقى ايه؟ تبقى كده، دي المفروض تبقى اكس اكس اور واي اكس اور زد، ودي اكس اكس اور واي اكس اور زد كل ما كل ما دكتور ضربات ده انبوت ضربات لا لازم كده لا اكس واي زد بس اكس واي زد فقط اكس واي زد فقط الانبوت. عندنا هنا ديزاين فري انبوت اوت فانكشن، فري انبوت اوت فانكشن، اوت فانكشن طلع لي واحد لو كان عدد الانبوتس فردي في العدد الوحيد فردي في المدخلات تحت الفانكشن الفاريبلز. طب هي فري انبوت زي دي، فانا ايه هعملها ازاي؟ هعمل ازاي اوت فانكشن خلاص دي مش هنعملها ان فانكشن، هنعملها ازاي بقى؟ هتبقى اكس اكس اور واي اكس اور زد. طب انا عايز استخدم اثنين انبوت، اثنين انبوت اكس اور، احنا عارف خلاص عارف ان دي هتطلع لنا اكس اكس يعني اور واي اكس اكس اور واي اكس اور زد اكس اور زد. طب انت عندك اكس اور اثنين انبوت، تعملها ازاي بقى؟ ثلاث انبوت تدخل عليها ثلاث انبوت ازاي؟ ببساطه جدا، ادي اكس وواي تدخل على اكس اور، وبعد كده الحته دي كده تعمل لهم اوت مع مين؟ مع زد مع زد كده انت عملت لوت فانكشن. مالهاش علاقه بالليفل يا دكتور؟ لا ما تقول لي انت اوت ليفل ايه؟ دي ليفل مش عارف ازاي. طيب لو عايزين نعمل ايفن فانكشن 3 انبوت 4 انبوت ديزاين 4 انبوت ايفن فانكشن 4 انبوت في دبليو بقى عندي في دبليو مثلا هنا الاول اثنين واثنين هنعملهم ازاي؟ استخدام اثنين انبوت اكس وور استخدام اثنين انبوت اكس وور الزد لوحدها برضه اكس وور هتاخد من هتحط الزد اضاف عليها اكس وواي زد ايه تاني؟ هنحط الثلاثه مع بعض والزد لوحدها. طيب تعالوا نبص عليها، احنا عايزين فور انبوت صح؟ اه احنا مش عارفين ان الاكس دبليو انا عندي فور انبوت فور انبوت فور انبوت تعالى نعمل تو ستيب بتاع فور انبوت مش هنعمل بس انا متخيل الفور انبوت احنا عارفين اصلا لو احنا عملنا 3 انبوت 4 انبوت 5 انبوت وعدد وحيد زوجي فالايفن فانكشن بتطلع واحد. فانا قلت قيمتها عباره عن اكس عباره عن دبليو اللي هي 4 انبوت دبليو اكس مور واي اكس دبليو اكس اور واي اكس اور اكس قصدي اكس اور واي واي اكس اور زد كده كلهم عملنا اسمهم صح؟ دي الايفن فانكشن. الايفن فانكشن طلع واحد هي عباره عن اكس مور للاربع انبوتس مع بعض. اكس مور واربع انبوتس مع بعض. طب ما انت دي هم مش احنا عارفين اسوشيتد يعني ممكن نفصلهم نفصلهم اه يعني في زاويه اكس مور دبليو اكس مور اكس واي اور اكس مور زد ما عملتش حاجه اسوشيتد ها اوعى تناموا الدبليو اكس اور اكس هنا في اكس اور هنا صح ما عملتش حاجه خدت الاثنين دول لوحدهم الاثنين دول لوحدهم طب ما دي اكس اور دي كده لوحدها اكس اور دي لوحدها كده اكس اور ودي اكس اور والعمليه كلها على بعض دي اكس مور بعدين هترسم ازاي؟ هترسم بالشكل ده من غير ما تعمل ستيب تمام هتعمل بالشكل ده ادي اكس اور الدبليو الاكس واي الاكس اور واي وزد ويدخلوا بعد كده تو ليفل على ليفل تاني اكس مور دي ايفن بالظبط تمام خلي بالك لو الدبليو دخل لها مثلا 0 0 0 0 اكس اور طلع ايه؟ طلع 0 انا طلع 0 0 اكس اور 0 طلع 1 عدد وحيد زوجي 0 لو ده بقى 1 هيبقى هتطلع فردي هتطلع ايفن دي تطلع 1 0 ودي تطلع 0 لو ده واحد واحد واحد
واحد بيطلع ايه؟ واحد. زيرو. زيرو. طلع واحد. طلع واحد. شغالة صح. تمام؟ دكتور لو دخل زيرو تبقى فرد لو خارج من واحد. لا لو هو الزيرو لو الزيرو دخل عدو حايد فردي او زوجي عدو حايد فردي او زوجي عدو حايد فردي هتطلع زيرو ليه دي فانكشن تبقى كده لو عدو حايد زوجي يعني صفر اثنين اربعة ستة وكذا طبعا نفس حاجة اربعة هنا عندنا عدو حايد ايه في الحالة طلع واحد واحد يبقى ايفن كده اربعة ايفن واحد لو عدو حايد زوجي يطلع ايفن ايفن طلع المفروض ايفن تدي واحد الفخ طلع واحد البرد جنريتو فاكرينها اخر حاجة عندها في المحاضرة النهاردة البرد جنريتو فاكرينها خدناها فين البرد البرد جت لا مزاقة ديتا عن طريق النت بتبعت لك افلام ولا بتبعت لك رسائل نصيه ولا صوت ولا حاجه يفتح لك فيديو مبعوث الصور وحايد الصور وحايد دي ممكن يحصل لها تشينج هي ماشيه بتسافر في الشبكه يقسم قلب واحد واحد قلب صفر ابسط طريقه هي البرد قال لك انت عندك المسج كام بت ان بتس زود عليهم بت واحده زياده تبقى ايه؟ تبقى باريتي بت يعني مثلا عندك المسج ثلاث ايه؟ المسج عندك ثلاث بتس واحد زي واحد المسج ادي دبليو وادي اكس وادي ادي اكس واي وزد اكس واي وزد المسج تحت تمام زود عليهم برد بت البرد بت دي هتشتغل ايفن يا اوب لو شغلت ايفن لو شغلت اوب بتخلي كل البعد وحايد فردي في الرساله يبقى دي الرساله اصلا لو هتبعت من السندر كنا نسيب رسالة أساسية في X Y Z بيت ثلاثة بيت هيزود عليهم بيت زيادة تبقى رابعة في الحالة دي لو عدل وحيد فردي عدل وحيد فردي وأنا شغال أوب هحط زيرو لو عدل وحيد زوجي وأنا شغال إيفن بارتي هحط واحد مثال كده دكتور يعني مثلا أنا عندي هنا مثال واحد أنا عندي كلها زيرو 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 أنا عايز أشتغل واحدة بس دكتور معلش هو دلوقتي سي ان زي عدد الوحيد زوجي عدد الوحيد زوجي يعني عدد الوحيد الانبوتس هنا انا شغال ايه بالظبط انا شغال ايه بالبرد مثلا شغال ايه بالبرد ايه بالبرد اهي البرد دي ايفن يعني البرد ايفن يعني لازم عدد الوحيد يكون زوجي في الرساله بالبرد بت بالبرد نفسها هو واحد سعاده في الحاله دي في البرد هنا حط زيرو بقى هنا زيرو زيرو هنا هنا حط واحد هنا واحد هنا زيرو 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 يعني لو الواحد هنا احطها زيرو لو عدد الوحيد فردي وانا شغال ايه في بردي احط واحد مع السوشيال من بعض لو عدد الوحيد فردي وانا شغال ايفن احط واحد الصوت يا جماعه الصوت عم سؤال سنه لو عدد زوجي والبارتي اوت لو عدد زوجي والبارتي اوت احط واحد احط واحد بالظبط طبعا من كلامنا ده من كلامنا ده على ركون شغال ايفن بارتي تمام شغال ايفن بارتي شغال ايفن بارتي في صوت ليه في صوت ليه تمام شغال ايفن بارتي يعني عدد وحايد لازم يكون في الرساله زائد البارتي زائد البارتي بيت لازم عدد وحايد زوجي لو عدل وحيد فرد حط واحد لو عدل وحيد زوجي حط زيرو حط واحد عدل وحيد زوجي ازاي فيش عدل وحيد فردي ازاي فيش عدل وحيد فردي ازاي فيش عدل وحيد فردي لما يبقى زائد البردي بيساوي زوجي هو لما هيبقى ده هو هتقول معايا اكس او هيبقى عدد برافو اكس او اكس او صح يبقى انت بتقول انا هشغل ايفن بارتي بحط واحد لو عدل وحايد
فرد. طب انا هتشيل زائد واحد فرد واحط واحد. وعايز داله عايز فانكشن عدد واحد فرد تحط لي واحد. عدد واحد زوجي تحط لي زيرو. طب مين بتجيب العدد الفردي؟ اكس او. يبقى اذا الايفن بيرتي محتاج ايه عشان تجنريت البيرتي؟ اكس او واكس او. محتاج غلط فانكشن. اللي اكس او بالظبط. الايفن بيرتي محتاج اكس او. طب لو العكس لو انا شغال اود هنا. فردي لازم عنده حاجه في الرساله زي البلد بنت يكون فردي عنده حاجه في الرساله زي البلد بنت يكون فردي اهو عنده حاجه في الرساله زي البلد يكون فردي في الحاله دي انا عايز عنده حاجه هو زوجي احط واحد مين بتشوف اللي حاجه زوجي اسمه ايه ايه الفانكشن يبقى انت عارف القاعده عندك احكام مش حفظ احكام زي ما بيقولوا ايه الشيء لزوم الشيء لان هو احنا بنعمل كده المنطق انا عايز شغال ايه في فانا عشان اجريت الايفن بارتي محتاج الاوت فانكشن عشان اجريت الايفن بارتي محتاج الاوت فانكشن وعشان انا شغال اوت بارتي فعشان اجريت اوت بارتي محتاج الايفن فانكشن تمام العكس هي مش تحفظهاش هي بالمنطق انت بتجيبها بالمنطق الماده حالاتها ما فيهاش حفظ كل حاجه زي ما شايفين عمال نلعب في الالجبرا ونغير عشان نوصل للشيء اللي احنا عايزينه ونكتب تمام فاحنا لو شغالين ايفن بارتي زي المثال اللي ادوه لنا بقى خلينا نشرح اوت بارتي طب اوت بارتي دي هشتغل هو شغال ده في مثال ايفن بارتي خلينا نشتغل احنا اوت بارتي زي ما احنا عاملين كده الاوت بارتي دي هتحتاج ايه؟ الاوت بارتي هتحتاج ايفن فانكشن عشان اجريت البارتي عشان اجريت البارتي هحتاج اوت فانكشن ايفن فانكشن طب فالبي حد يقول البي هيبشكلها ازاي كده في ايفن فانكشن البي هيبشكلها ازاي في ايفن فانكشن ايفن فانكشن ادخل اكس واي زد على اكس واي ما ينفعش ادخلهم هم ثلاثه دكتور في واحده ممكن ادخلهم الثلاثه في واحده بس هو قال لك افرض قال لك استخدم اثنين انبوت بس اه هو اللي بيحدد يعني ده البارت دي يا جماعه ده الشرح بتاعها تمام تمام ادخل مين اللي قلنا هتبقى هي ايه عباره عن اكس اكس زد فدي خد دي وحدها حتى لوحدها كده خد دي وحدها دي لوحدها وخد دي لوحدها دي عباره عن اكس صور واي فدي اللي عباره عن ايه اكس صور واي دي اكس صور واي حتى دي وحدها كده دي اكس صور واي اكس مول زد تمام يبقى هنا اكس اكس مور واي الزد تيجي اكس مور زد دي كده البارتي دي الايفن بارتي دي هنا الاود بارتي قصدي الاود بارتي الاود بارتي عايز اتاكد روح للماب ادي الماب بتاعتي ثلاثة فاريبلز مش هتشوف فيه فانكشن من ثلاثة فاريبلز اهو زيرو 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 واحد 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 هنا زيادة واحد زيرو زيرو واحد هنا اكس واي زد فين من تيرمز زيرو عن زيرو تلاتة عن تلاتة خمسة وستة خمسة خمسة وستة اطلع بالشكل ده طبعا كل تيرم لوحده لو انت بتشرح كل تيرم لوحده يعني دي عبارة عن اكس ليفين بارت بي بتساوي اكس برايم واي برايم زد برايم او طبعا كل مجموعه لوحدها او اكس برايم واي زد او اكس واي برايم زد اللي هو ده او اكس واي زد برايم طيب ده مش ممكن اعمل في السيرك اللي هو اكس واي اكس برايم واي برايم يا
اكس واي برايم اكس واي برايم 0 اكس اكس واي برايم اكس برايم انا هاخد دول الاثنين مع بعض دول الاثنين مع بعض دول الاثنين مع بعض دول الاثنين مع بعض زد هتبقى زد انا هاخد زد عامل مشترك زد مع هنا اكس واي زد اكس برايم واي او اكس واي برايم هنا او وهنا هاخد مين الاثنين دول مع بعض هناخد الاثنين دول مع بعض الزد برايم زد برايم زد برايم اكس واي برايم او اكس برايم في اكس واي او اكس واي برايم اكس واي برايم اكس برايم واي برايم او اكس واي اوكي دي ده الفانكشن دي دي عباره عن زد في اكس اكس واي مين واي ودي زد زد X small. Small y. Z prime. Z prime. X. عندنا غلط احنا اشغال 4 بيت اوت فانكشن تو تشيك ايرورز ان ايفن باتي الايفن باتي على تشيك ايرورز ماشي هنا عندنا الداله بتاعتها او الفانكشن بتاعتها طلعت ايه طلعت بالشكل ده هو شغال ايفن باتي يعني شغال اوت باتي شغال اوت باتي ما تخططوش يعني شغال اوت باتي بعد كده الرساله دي لما توصل هتطلع من عند مين هتطلع من عند السندر هيطلع من عنده الرساله والبارت معاها السندر هيجي له هيجي عند الريسيفر يحصل ايه يستقبل دول يستقبل 4 بيتس يبقى الانبوتس عند الريسيفر تبقى كام 4 السندر 3 واوبوت 1 الاوبوت 1 ده هيدخل انبوت عند الريسيفر البارت عشان هو هيتشك بقى يقول انت بقيت 3 اصفار وصلت 1 ومعاها 1 وشغال انا شغال ايه من بارتي ودي بارت دي انا ايه اوبوت بارت خلاص يبقى كده انا سليم لكن افرض دي اتعلمت في النص دي كده بقت 1 يوم سهل. ايرور ديتكشن. ايرور ديتكشن على طول. ليه بقى? هو شغال ايفن. شغال اوت باريتي. اسف شغال اوت باريتي. اوت باريتي انت مش انت بعت لي. هتبقى وحيد. الانبوتس مين? وانت بعت الانبوتس عادي والانبوتس كام? ودي يطلع واحد اللي بقى بوسع صغير. المفروض. يبقى واحد. في بيت اتقلب. في بيت اتقلب. فكده هتكتشف هو الايرور. بس لو فشل او اتنين بيتقلبوا ما تكتشفش الايرور. الريسيفر بيتشيك اللاست لاست انبوت اللي هو الانبوت الرابع لا الريسيفر مش بتاع الريسيفر بياخد الاربعه مع بعض جميل مع بعض كلهم بيتشيك عشان يعمل ديتكشن بقى بيتشيك بس بقى لا 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 حسب فيتشن اللي هو الازرق ده لو برد وهو بيتبعت حسب في تشينج ممكن يحصل تشينج هنا برضه نفس الفكره ممكن يحصل تشينج هنا مش دي 001 وهنا بقت يعني الزيرو لازق ده بقى واحد عادي إيه؟ برضه نفس هو الثاني عامل ايه؟ الثاني عامل حسابه جاي اربعه بيتس رسيفر الاربعه بيتس عدد الوحيد فيهم يكون زوجي عدد الوحيد يكون قط يكون فرد فلقى كده كام؟ اثنين
التزاوج انا حد متزوج غلط غلط ما في في غلط في بيت اتقلبت دي اتقلبت دي اتقلبت دي اتقلبت رجعها له بقى دكتور كده العكس تاني خلي الزيرو ده واحد لو هي دي الزيرو دي اصبحت واحد أنا بقى لو هو كده وحسب مثلا لا كده مش عارف مش عارف الاثنين بيتربوا على بعض الاثنين بيتربوا على بعض تمام فهنا تلاحظوا ادي البارتري ده الجنريتور يا جماعه انا عندي الفرق ده في حاجتين في الجنريتور وفي التشيكر الجنريتور اهو الجنريتور هيطلع بالشكل وفي التشيكر التشيكر السي هيدخل له انبوتس من الاربعه ده عند ريسيفر بقى التشيكر عند ريسيفر ده شغال ايفن يعني شغال اوفر ده شغال ايفن لو شغال ايفن هيجيله أربعة أصفار يبقى كده هتطلع صفر صح أنا شغال إيه من دول أربعة أصفار يبقى صح أنا شغال إيه من وجالي واحد 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 بس الواحد ده كده إيه آه غلط هطلع واحد الشكل نور دي واحد ودي فيها إيه واحدة في إيه فيها ودي فيها إيه وتالت واحدة لا تمام تالت واحدة لا أو رابع واحدة لا رابع واحدة لا شغال إيه شغال إيه رابع واحدة لا أهو يا جماعة خلي بالكم طبعا واحدة ادي هو واحدة ما فيهاش ايرور ليه هو شغال ايفن وجاي له عدد واحد بما فيها البارتريت جاي له كلهم على بعض صفر هو شغال ايفن فكده التشيكر ما نورش بيدي زيرو التشيكر يدي واحد هنا ليه لانه هو شغال ايفن وعدد واحد اوض شغال واحد وعدد واحد اوض هنا شغال عدد واحد زوج تمام شغال بالظبط ويكمل ده التشيكر التشيكر لو عملت الدايره بتاعته هيبقى فور فاريبل ماب الشكر فور فاليبل ماب الشكر سي ده او ده فور فاليبل ماب بينما البارتي بيت 3 فاليبل ماب اساس المسج 3 فاليبل بس كده هو الفكره في كده في اي اسئله طب محاضره ثانيه الساعه كام دلوقتي 9:10 واحنا قعدنا 10 بكره